كان عشان بينزل يجيب لهم هدايا، ما كانش عاوز يسرق يديهم بقى فلوس او لا كده، او يديهم يدي الف فلوس. لا ما هم جايبين، احنا جايبين لهم هدايا. يدي ولاده، حد ينزل السوبر ماركت، حد لا يشتري حاجة. ما كانش بيدي. يا اخوات، ليا 6 اخوات، ليا 5 اخوات. محدش فيهم حاول يكلمه؟ كلموه والله كتير، كلموه كتير، واخواتي كلهم كلموه، بس هو كان يعني اخذته العزه بالاسم، ما كانش عايز يقول ان هو غلطان ولا كده. لا، الجاريه الجديده لغايه عندي، وكمان كان عايز والدي اللي يدفع حق التذكره كمان، يعني يسفرني وكمان يدفع حق التذكره كمان. يقول لي لا انا اصلا معيش فلوس، لا عايزه تيجي لولادك، تعالي وخدي من ابوك حق التذكره. طب افرضي دلوقتي هو بيقول ان انت مش هتشوفي ولادك غير لما ترجعي له، هيبقى موقفك ايه يا هالة؟ والله موقفي صعب، لان انا مستحيل ارجع له. كفايه ان هو سبب في الشلل، يعني انا كفايه ان هو سبب في الشلل اللي انا فيه ده. ارجع له ازاي؟ ارجع له ازاي؟ وحاول يحرقني قبل كده. واقف لو حرقني انا ما كنتش والله هشتكيه. هشتكيه ازاي بعد ما حرقني؟ وده ابو ولادي، انا اسجنه ابو ولادي، اسجنه ابو ولادي. اكيد طبعا ما كنتش هعمل اي حاجه، كنت هسكت. بنته مش وحشة؟ ما بيسألش عليها خالص، ولا كأن في بنت، لو بنت عايشة على الدنيا. وعمره ما اتصل. انا قلت، كلمته قلت له لو انت عايز تكلم البنت انا ما عنديش مانع، انا مش عايزة اقول لها كلمها عليك وحشة، خاطر نفسيتها ما تتعبش. وانت كمان لو انا كمان عايز اكلم ولادي، خليني اكلم ولادي. يقول لي، قال لي بقى في الاخر بقى، الاول كان بيقول لي ايه، لما القضية تخلص عشان هتنزل على القضاء، على هتنزل على قضايا؟ القضايا. ايه؟ قضيت نفقة ليا وللبنت، كان الأول نفقة ليا وللبنت، بس هو طلقني فالنفقة اتقطعت. نفت بقى البنت، لسه نفت البنت. فقال لي لما القواضي تخلص. فبعد كده بقى لما القواضي خلصت، قال لي العيال أمهم ماتت، والله لا يسامحها، الله يسامحني أنا ولا لا يسامحه هو. تسألكي قضايا في المحكمة؟ لا الحمد لله، القضية كلها خلصت وكده، بس في قضية البنت طبعا ما بيدفعهاش انت الكل، خدتي عفشك قيمتك ما خدتش اي نوع ولا واخرك؟ عفش ولا اي حاجة، لان الدفع بس تمن الحق، تمن المكتوب في القايمة. طبعا كان كاتب في القايمة حاجات قليلة جدا، مبالغ قليلة، العفش مبالغ قليلة عشان خاطر ما يدفعش كتير. المهم انت خدتي مستحقاتك، خدت خدتي مؤخرك. خدت المؤخر الحمد لله. انت دلوقتي بقى عايزة ايه؟ انا عايزه اشوف ولادي، نفسي منعي ان انا اشوفهم، محرومه منهم بقالي 4 سنين، ما اعرفش اي حاجه عنهم ولا اي اخبار عنهم ولا اي حاجه عنهم. نفسي اشوفهم طبعا. انت ازاي وافقتي على الجوازه دي؟ والله ما اعرفش. اولا عشان كنا هنسافر المدينه المنوره، وكنت هقعد في المدينه المنوره وحج واعمل، قاعد يكذب علي لي هتحجي وتعملي عمره وهفسحك وهعملك واخرجك. وطبعا انا ما كنتش بخرج في بيتنا ولا كده، ولا كنت بروح اماكن بعيده ولا كده. ففرحت، ما كنتش اعرف ان فيها كل ده. ملوش صحاب؟ له صحاب، وكلموه الاول، كلموه صحابه كده، قالوا اللي انت عملته ده وكده، اتخانق معاهم وقال لهم مالكوش دعوه بالموضوع ده. وفي صحابه كانوا راضيين ومهودين، لان هما كانوا بيضحك عليهم، قال لهم ده اصلهم ما طالبين مني ابنهم بيت، ده طالبين مني اعمل. وكان يعني كان بيتكلم غلط علينا، يعني بيتكلم بالكذب علينا، فخدوا صفه كده. وفي ناس بقى اللي كلموه كده واللي يعرفوني يعني كده وكلموه، اتخانق معاهم وقال لهم مالكوش دعوه بالموضوع ده ومالكوش دعوه بيا، وخليكوا بعيد وخليكوا بعيد. من ساعتها هم بعيد. من ساعتها ما بقيت صمة، يعني ناس برضه من يعني اصحابه اصدقائه. الحل ايه يا هالة؟ والله الحل عند ربنا، الحل عند ربنا. والله انا كل طول الليل والنهار بقول يا رب اولادي، يا رب اولادي، ربنا قادر على كل شيء. والله طول النهار، كل طول النهار والليل بقول يا رب اولادي، يا رب اولادي، يا رب ارحم ضعفي وعجزي ومرضي، ورجع لي اولادي، رد لي اولادي، اطمن عليهم. ما اعرف بس انهم، عليك انت وبنتك. والدي هو اللي بيصرف عليا انا وبنتي، لان هم ما بيدوهمش ما بيدوش النفقه غير كل 4 سنين لما يجي نازل عشان يجدد التصريح العمل، فبيدفع كل 4 سنين. عايزه تقولي حاجه تاني؟ عايزه اقول لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وربنا يصبرني يا رب،
ربنا يلهمني الصبر والسلوان، ويرد لي ولادي يرجعهم يا رب العالمين، يردهم لي حضني تاني. تقولي ايه لكل بنت يا هالة داخله على جواز؟ تقولي لها ايه؟ قولها تجربتك دي. عن تجربتي اسمعي كلام اهلك، اهلك هم اللي فاهمين، لان انا اتجوزت ووالدي كان معترض عليا. اقول لهم اسمعوا كلام اهلكم، اهلكم اكبر منكم، عارفين كل حاجه، عارفين اكتر منكم، عارفين كل حاجه، وعندهم خبره في الحياه وكده، واختاروا كويس وما تستعجلوش. زي لا ممكن الخطوبه دي تقعد سنه، مفيش حاجه، مفيش مانع، واختبروهم، ودايما خلوا اهلكم جنبكم عشان اهلكم هم دول هيرفعوا ايمانكم وكده، وما تتغربوش، الافضل ما تتغربوش. نورتيني يا هلا. انا نورتيني، شكرا جدا.